من يومين كانت ذكرى 34 ل 13 نيسان، 13 نيسان المشؤومي. طبعا الشعار مرفوع انه تنذكر وما تنعاد، وانه لازم ناخذ العبرة من اللي صار من 13 نيسان الاولى. حقيقة السؤال كبير، هل فعلا اعتبرنا؟ هل فعلا اخذنا العبرة؟ هل فعلا تعلمنا من الدرس؟ هل فعلا انه اللي حصل، المأساة اللي حصلت ما بقى تتكرر مرة تانية؟ عادة لما يكون في مصالحات ويكون في حلول لابد من انه يكون متفقين على اللي حصل بالسابق. يعني نحن صحيح صلحنا وعملنا اتفاق الطائف ونحن اليوم بحكومة وفاء وطني، لكن اذا واحد بعده بيسمع قصة الحرب، بعده كل واحد منا بيروي الحرب بطريقته، كل واحد بيخبرها من موقعه، كل واحد بيخبرها حسب البطل تبعها. وللأسف انه ابطال الحرب نفسها هن اليوم نجومها، هن النجوم السلم، هن النجوم اللي بيديروا البلد، واللي ظهر منه ظهر غصب عنه، ما كان ظهر بإرادته، وبالتالي بعده عم يفتش لحتى يرجع مرة تانية إلى الساحة. السؤال الأساسي هو إنه إذا هذه الحرب نحن مش عم نتفق على قراءتها، فبالتالي كيف ممكن نتفق إنه شو كانت هي أسبابها؟ والخوف هون إذا نحن مش قادرين نحدد الأسباب، يعني نحن مش عم نشيل السبب، نحن مش عم نعالج، نحن مش عم نحل، فبالتالي نحن في خوف حقيقي من إنه هذه المسألة ترجع تتكرر. هذا البلد كلياتنا بنعرف كيف مركب وقديش التداخلات الخارجية فيه سهلة، فبالتالي عندما يكون هناك نوع من التداخلات الخارجية بظل عدم سحب الأسباب الحقيقية والعوامل الحقيقية اللي عندت هيدا الحرب، مين بيقول إنه هذه التجربة ما ممكن تتكرر مرة تانية عند أي اختلال بالتوازن الداخلي أو عند أي تغيير في الواقع الإقليمي؟ يعني كمان مثل ما بتتعدد الروايات للحرب حسب أبطالها، كذلك الأمر هاي الحرب السابقة مثل ما بتعدد رواياتها، كذلك أي حرب مقبلة ممكن كمان تتعدد شعاراتها. وفي خوف كمان إنه هذه الشعارات اللي كانت تستخدم بالماضي وهي غالبا شعارات كاذبة لتجر الشباب إلى القتال، خوف إنه كمرة أخرى هذه الشعارات اللي بدأنا نسمع شيء منها أن تكون تتغذى وأن ترفع بطريقة من الطرق لأخذ الشباب مرة أخرى. مهم جدا، مهم جدا انه هذه الحرب ان لا تعود ابدا. البعض يقول انه الحرب الاهليه هي افضل طريق للمستقبل، صحيح ونحن هيك بنريد، واي شعب بيريد انه من بعد ما يخرج من الحرب الاهليه انه ينظر الى مستقبل افضل، لكن حتى لا يكون المستقبل هو الضحيه الاولى لهذه الحرب يفترض انه فعلا نعالج اسبابها. نحن للاسف حطينا هذه الاسباب بالثلاجه، عندما نشيلها من الثلاجة بترجع بتدوب. المهم كثير ما نقول بس انه تنذكر وما تنعاد، نقول لعن الله كل من يدعو اليها وان يسوق لها وان يعمل من اجلها. لازم فعلا نحرمهم، لازم فعلا نمنعهم، لازم فعلا نقطع الطريق عليهم باي طريقه من الطرق، لان يكفي اللبنانيين اللي صار ب 30 سنه الماضيه.